اتمنى انك تمشي مع شي بلاصه كبير كيعطيك الديبار بالنسبه للطريق راه كلها بلاصه. لا 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 ماشي فيرمي. لا لا ماشي فيرمي. تبدل ليها بلاطو بينيو مع كيكون فيها بلاطو كبير 52 دير ليها 38 و 14 ها هي تهلا خويا الله يحفظك. السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت والخواتات مع موتو ستريت. نتمنى لكم الخير ورمضان كريم كيف ما ديما. فيديو جديد كما كتشوفوا عندنا الهانواي كافي رايسر غنجيبوا بها دويره ونشوفوا جميع التفاصيل. شي حاجه ما قلتهاش نعاودو نبارطاجيها معكم. في الفيديوهات اللي سبق كنت ديجا درت تيست رايد وكان الصوت عندي ناقص من ناحيه الكاليتي ديال الميكرو، ما كنتش هاز معايا الميكرو، وحتى في هاد لا فيديو هذا ما جربتش الميكرو، ما زيتوش ما يعني كيكون بارفوا كندير فيديو غير على الوقت اللي كيكون عندي مناسب، ماشي كنكون معول ولا كنكتب شي فيديو ولا كنوجد داكشي اللي غادي ندير. يعني انا ديما كنامبروفيزي الفيديوهات ديالي كاملين اللي كيكونوا في القناه ما كنكتب فيهم ما والو، كنجي وكنبقى نهضر على الحاجه اللي عارفها والحاجه اللي كتكون ديجا عندي عليها معلومه. فكما كتشوفوا الخوت بالنسبه للهانواي راه ريزيرفوار ديالها كتهز 12 ايترو تقريبا، يعني 11 وشي حاجه ومازال تزيد فيها. بالنسبه للرويدات اللور فيها 16 والقدام 18، الفرناس ديسك القدام واللور. الموضوع اللي بغيت نبارطاجيه مع الدراري الخوت اللي كيعرفوا علاش لاريفاج ديال هاد الدراجات ولا جميع المنتوجات اللي كيمشي لفرنسا ولا لاسبليون ولا البرتغال تيكون الجوده ديالو جوده احسن من الجوده اللي كتجيبنا ان كنجيبوها من لاشين ديريكت للمغرب. فهادي جاوبوني عليها نتوما الخوت في الكومونتير، انا راه هادشي هاد القضيه هادي بغيتكم تجاوبوا علاش. وبارفوا كتلقى برودوي جاي من لاشين ما كاين حتى ما كاين لا في حتى دوله وكتلقى الثمن ديالو طالع ولا كاليتي ديالو ناقصه. فهنا لهنا في كانت التساؤلات هادو كيبقاو كنبقى ديما كنشوفهم في الدماغ. هادي تجاوبوني على هاد القضيه هادي في الكومونتير الخوت. بالنسبه للهانواي راه فيها بزاف ديال لي موديل، يعني ماشي كاين غير 50 هاد كافي رايسر 50، كاين 250 150 وكاين حتى 250. انا غادي نوريكم التصاور اليوم، انا دايز من حدا المحل ديال موتو ستريت. ها هو مرحبا بكم في شارع الكليات كما كتشوفوا. كما كتشوفوا عندها هاد الموديل هذا ستيل رودستر، يعني بحال كما قلنا بحال كاوازاكي ولي موطو ديال دوكاتي. وكاين عاوتاني هاد الموديل هذا اللي كافي رايسر اللي كيبدا فيه 150 وكي كاين فيه 250 وكاين فيه حتى 300، وعندهم حتى لي موديل بزاف لي موديل عندهم في ستيل ديال الكروزر، يعني من هاد الفئه من هاد العائله ديال ستيل ديال كافي رايسر هما معروفين بهم. وبداو ديجا هما يعني بداو هاد اللوزين ديالهم اللي فيه 12000 متر مربع اللي كاين في فلاشين، وهو سبيسيالمون فيه هانواي، ما كاينش شي حاجه اخرى، يعني هانواي فرانشيز، يعني واحد لامارك اللي معترفين بها في دول اخرى. يعني عندهم دي موديل بزاف. وهاد هانواي الخوت بزاف تيتواتيت، كاينين اللي ما عارفينهاش، كاين اللي تيقول لا عندي. راه الا كتبتي في لا ريشيرش في جوجل في يوتيوب غتلقى يوتيوبر ديال سباليون، يوتيوبر ديال الانجليز ديال بولونيا كيهضروا على هاد لو موديل ديال هانواي، سواء في 150 سواء في 250 غتلقى نقالزه حتى هما كيهضروا عليها. يعني ما كاينش غير حنا هذا فخر بان تجي المغرب بهاد لا كاليتي، ويبقاو ديما شركات يبقاو يجيبوا لنا دي موديل يعني يكونوا فيهم لا كاليتي والثمن يكون شويه صافا، ما يكونش داك الثمن ديال التشيار بزاف. يعني راه 50 راه ماشي موديل موتور 125 وتدخل شي حاجه 125 على حساب الدراري اللي كيبغوا بيرمي. يعني كنتمنوا من هاد القضيه تولي عندنا حنا في المغرب من هنا للمستقبل بحال فرنسا كيسوقوا الموتور 125 غير بالبيرمي ديال الطوموبيل، ما كرهناش تولي عندنا. هذه رساله كنوجهها لهم، الله وعسى يطبقوها حتى حنا في المغرب تولي زوينه، حيت دابا شحال من واحد كيبغي 125 ولكن ما عندوش بيرمي. مي الخوت راه ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم شي فيديو على طريقه البيرمي وراه ساهل والاسئله اللي فيه والثمن ديالو بشحال غادي يقدر يطلع لك والمسائل ديالو، غادي نبارطاجي معكم ندير شي فيديو خاص به على قبل البيرمي الخوت اللي باغيين يدوزوا البيرمي. بالنسبه للهانواي هذه كار 50 هذه غير بلاكا صغيره الخوت ماشي بيرمي، ولاسيرونس ديالها كتبدا ب 400 درهم 3 موا، يعني 3 شهور ب 400 درهم، عام غيكون ب 1400 درهم. وبالنسبه للكونسوماسيون ديالها راه ما تتكونسومي ما والو، يعني واحد 20 درهم تقدر تدور في تقضيب الاغراض ديالك في وسط المدينه وترجع لدارك، يعني 50 درهم غادي ديرها تقدر تضرب لك حتى 185 كيلومتر في ب 50 درهم وديال ليسونس بحال جميع الدراجات ال 4 طون 49 سيسي.
هذا هما المميزات اللي كاينين في هذه الدراجه. والمميزات اللي فيها زوينين وعجبوني انا شخصيا هو ان هذا لاريفاج اللي مشى لاوروبا هو اللي جا للمغرب، يعني ولات بورتوغال وفي سبليون وفي المغرب وفي الانجليز وفي بولونيا، يعني هذو هما الحوايج اللي عجبوني في هذه الصراحه. وكنتمنى نشوفوا لي موديل اخرين ونشوفوا موديلات جداد في لي ستيل اخرين، في لي ستيل بزاف ان شاء الله بحول الله. فهذه هي دراجه الهانواي كاف في رايسار. الخوت بزاف تواصلوا معايا، واش ام هذه واش بيرمي؟ هذه راه ماشي بيرمي، هذه بلاكا 49 سي سي، يعني كتدفع بلاكا ديالك لا فيزيت اللي كاينه في الحومه ديالك، كتعطي 100 درهم كتخرج لك البلاكا صافي، وكتمشي تسوري لاسيرونس ديالك وتركب على موتور ديالك، هذا هو مكان. بالنسبه ل 125 راه غادي تكون ان شاء الله، راه غادي نحطها لكم اللي غادي تكون بيرمي، راه كنتسناو فيها، هي غادي تكون ان شاء الله بحول الله في عام قريب، راه غادي نحطوها ونهضروا على جميع التفاصيل البويسونس ديالها ولا حتى 250 لجميع الدراجات ان شاء الله اللي غادي يكونوا. حنا ديما مع الجديد، وقناه موتو ستريت راه كتعرض جميع الدراجات 4 طون، سواء دو طون ولا 4 طون، سواء في لي كوب سواء لي سوبر موتار سواء في لي موتو كلاسيك. وبالنسبه للصوغه ديالها، راه الصوغه ديالها ساهله، راه كتشد لومبرياج باليسر ديالك وكتكسيري كتكسيري شويه كتلاق لومبرياج، كتكون ديجا مدوز بريميان. هنا راه فيها الفرناج في الرجل كما كتشوفوا، والسيليكتور عندك على اليسر ديالك باش كدوز الفيتاس البريميير لتحت وكلشي لفوق، يعني بريميير لتحت فوق من بريميير نوتر دوزيام فوق منها تروازيام كاتريام. الموتور ساهل بازيك، دغيا تسوق ودغيا تعلم ليه، دغيا ساهل يعني، وهو يعلمك لي موطو كبار، من بعد يجوك لي موطو كبار ساهلين. الخوت اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب راه ما غنقدرش نجاوب لي ميساج كاملين في الواتساب باش ما تقلقوا ما والو، الخوت راه اللي كيعيط لي ابيل في التليفون راه كنجاوبو، ابيل راه كنجاوب غير من 9 الصباح حتى ل 8 العشيه، في العشيه راه كنرتاح، كنبغيت انا نرتاح. اللي كيعيط ابيل دغيا ابيل دغيا كتقول الو السلام عليكم كيدير خويا صافا بخير كلشي مزيان هاني الامور، وي هاد المعلومه باق 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 دغيا كدوزها، اما باش تبقى تكتب كيبقى الاخر يتسنى، الاخر حتى هو كيتسنى، الاخر كيتسنى، ماشي بحال اللي غتبقى تكتب لك انت وغنبقاو يعني سؤال مورا سؤال سؤال يعني ابيل دغيا كتسالي دغيا كتقضي الغراض. ومرحبا بكم الخوت جهدي وهادشي كامل اللي عليا راه كنديرو، مرحبا بكم وتحياتي لكم، نتمنى لكم الخير، مرحبا بكم ديما ديما على الموتو ستريت. وهنايا سالات لا فيديو، تهلاو لي اخوتي فريوسكم والصحه فطوركم، نتمنى لكم الخير، ما تنساوش لايك وابوني، وتهلاو ديما تسناو الجديد ان شاء الله بحول الله.